الزمالك يتأهل لنهائي كأس الموسم الماضي 2021 رغم الأداء الباهت، رغم الأداء الضعيف، رغم عدم الاستحقاق بالفوز، ولكنه يفعلها ويفوز. ايه اللي حصل في الماتش الجدلي الغريب ده يا ابراهيم؟ ماتش مليء بالاثاره ومليء بالجدل، حالات تحكيميه جدليه كبيره جدا من في بخصوص نادي اسوان بالذات، لان احتسب له ركلتين جزاء وفي مطالبات بركله جزاء اضافيه، وكمان جدل حول حقيقه هدف الاول لمحمود علاء لنادي الزمالك. ماتش مليء بالاثاره، ما شفناش الاداء. خلينا نتكلم على اداء الزمالك الاول، لان احنا كان عندنا امنيه انه تغيير الخطه والدفع بخمس مدافعين هيغير شويه في اداء اللعب. بالظبط. انت شايف الزمالك كان اداؤه ايه النهارده؟ لا، انا شايف ان الزمالك برضو يعني قلنا النهارده فيريرا بيحاول ان هو يصلح اخطاء اللي حصلت في الماتشين اللي فاتوا. شفنا الدفع خماسي في خط الدفاع، لعب اوباما كمهاجم وهمي، شفناش التركيز الدفاعيه اللي عملها نادي الزمالك النهارده، شفناش ان هي بتقتل بثمارها. يعني شفنا النهارده برضو الاخطاء الفرديه من الدفاع لسه موجوده، الثلاث مدافعين قلوب الدفاع الونش ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ما فيش ترابط لسه ما بينهم، اخطاء دفاعيه يعني بتحصل. النهارده شفنا ان اسوان هو اللي بيبادر بالهجوم، هو اللي يعني الاستحواذ كان في يعني لصالح نادي الزمالك، ولكن شفنا اسوان النهارده هو اللي كان اخطر يعني من هجوميا او تسديد على المرمى من لصالح نادي اسوان. فشفنا ان اسوان النهارده لا قدر برضو يستغل الحاله السيئه اللي بيعيشها نادي الزمالك في الفتره الاخيره بعد هزيمتين في الدوري. النهارده بيكسب، بيحقق الفوز، وفوز مهم ان هو قدر يكسب. المطلوب في الماتش النهارده ان هو يكسب عشان يوصل للماتش النهائي، ولكن برضو لسه الاداء عليه علامات استفهام كبيره جدا. اللعيبه لسه في لعيبه كتير جدا مش في حالتها، عليهم علامات استفهام كبيره، مش عارفين ايه سبب التراجع في الاداء. ولكن الاهم بالنسبه للزمالك النهارده او اغلب الكلام اللي هيطلع يتقال ان الزمالك ان هو قدر يحقق الفوز وقدر ان يوصل للماتش النهائي. طيب انت شايف انه نفس الاسماء اللي بنتكلم فيها كل مباراه هي اللي بتلمع كل مباراه؟ يعني قلنا عواد من المباراه اللي فاتت، وهو يعني النهارده يعني عواد نجم الزمالك الاول، هو اللي انقذ الزمالك حقيقي يعني. بالزبط. بالتصديات كمان غير ركلات الجزاء، كمان كان في اهداف محققه وهو فعلا تصدى ليها. بالزبط. وزيزو طبعا، زيزو برضو النهارده يعني بيقدم اداء، بس مش قادر هو هيعمل ايه اكتر من برضو كده يعني. لان برضو حته ان الزمالك النهارده بيلعب من غير مهاجم صريح او اوباما ما بيقدرش يعني يساعد نادي الزمالك في خط الهجوم، او هو مش متعود على فكره ان هو يلعب كمهاجم وهمي. فالنهارده ما فيش اي ترجمه من عرضيات زيزو، الكرات العرضيه او الطويله اللي كان بيلعب عليها النهارده لعيبه نادي الزمالك، ما فيش حد بيقدر يترجمها. شفنا زيزو النهارده بيحاول بيغير مراكزه، بيحاول يدخل منطقه الجزاء، هو اللي بيلعب المهاجم بلا فايده وبلا بلا فايده. برضه لسه اهدار الفرص لسه مستمر، سوء توفيق لعيبه الزمالك ان هي مش قادره تترجم عدد كبير جدا من الفرص. يعني الحسنه الوحيده ان النهارده ان الزمالك قدر يستغل ان هو يسجل هدف الثاني على طول. يعني سرعه تسجيل الاهداف النهارده او الهدفين ورا بعض ده اللي خلى الزمالك النهارده ان هو يكسب. غير كده لا، الزمالك اداء باهت، الدفاع مش قادر يستغل يعني او يصحح اخطائه النهارده. عواد النهارده بياكد ان هو كان ليه الاحق قوية ان هو يحرس مرمى الزمالك بعد تراجع مستوى ابو جبل والفرص اللي اديها له فيريرا اكتر من مرة، ولكن النهارده عواد بيأكد ان هو الاحق ان هو يبقى حارس مرمى الزمالك الفترة الحالية على الاقل، وان هو بيوصل رسالة لجهاز المنتخب ان انا اهو انا رجعت بشارك، جات لي فرصة في لحظة قدرت استغلها، قدرت احافظ على يعني اقدم صوره كويسه للجماهير وانقذ الفريق النهارده، وهو السبب الرئيسي ان الزمالك يوصل للمباراه. طب الهدف الاول مين يسال عليه؟ الهدف الاول يسال عليه خط الدفاع بالكامل، يعني وبالذات محمود حمد الونش. يعني النهارده شفنا يعني دربكه دفاعيه برضو لعيبه الزمالك، يعني
اللي شفناه في هدف مثلا زي هدف ايبوكا في نادي الزمالك لما اللعيبه كلها واقفه ما بتتحركش على الكوره، ما حدش بيتابع الكوره لما بتتلعب، شفنا ده النهارده بيتكرر تاني في كره الهدف الاول لاسوان. اللعيبه ثابته في مكانها، ما فيش غير الونش هو اللي بيتحرك، ولكن برضو خطا دفاعي، عدم تفاهم ما بينه وما بين عواد، مين هيطلع ياخد الكوره، مين هيشتت الكوره. فالنهارده لاعب اسوان او محمد ناجي جده لاعب اسوان النهارده بيقدر يستغل الفرصه ويسجل الهدف بطريقه يعني شبه كوميديه شويه يعني. انا حاساه هدف يعني مع احترامي لاسوان ساذج شويه بالظبط، يعني مش الهدف ده اللي يدخل في الزمالك الحقيقه يعني. بالظبط يعني كنت مستغربه جدا زي ما انت بتقول الدفاع وعواد، يعني مع ان عواد متالق وحقيقه بقيه المباراه عمل مباراه عظيمه، بس الهدف ده ما كانش ينفع يدخل في الزمالك بالظبط. الحقيقه وانا مش يعني. شايف ان عواد هو اللي يتحمل مسؤوليه الهدف ده اصلا، مش لوحده طبعا، مش بس لوحده. يعني برضو يعني كان هدف غريب، عارف تحس ان هو الزمالك اتخطف يعني بالظبط، في لحظه هي كده الزمالك الكرة اتخطف. مرة واحدة عرضية فبتيجي في القائم فبترجع في دربكة في الدفاع، وما فيش تفاهم ما بين الدفاع والحارس المرمى، فالمهاجم نادي أسوان بيقدر ان هو استغل يخطف الفرصة، الفرصة ويسجل الهدف الأول. يبقى نقدر نقول لعيبة الزمالك لم يتقدم أحد، احنا شايفين كل مباراة ما فيش أي تقدم للعيبة الزمالك بالظبط. الحقيقة يعني. شايف مستوى أسوان إيه النهاردة؟ هل هم يعني فريق برضو في المتناول، ولا فريق يعني أنا حسيت إن أسوان النهاردة هو الماتش ماتشه وهو اللي بيضغط، يعني كنت حاسة الأدوار متبدلة شوية، إن أسوان هو الزمالك والزمالك هو بالظبط، أسوان يعني يعني. احنا كنا متوقعين ان الزمالك هو الفريق يعني اللي بيلعب في الدوري الممتاز، هو اللي هيهاجم، هو اللي عايز يصعد للنهائي. شفنا ده عكس خالص يعني. سير المباراه النهارده ماشي من ناحيه نادي اسوان، الاسوان سايب الكره والاستحواذ مع الزمالك، لكن بنشوف فرص خطيره جدا، عواد تالق في كذا كوره، ركلتين جزاء. أسوان النهارده أدار المباراة بشكل كبير وحلو جدا، ولكن كان ينقصهم بس عنصر الخبرة، يعني لو لسه الخبرة في لعيبة لسه ما لعبتش دوري ممتاز، في لعيبة كانت بتشارك في الدوري الممتاز، ولكن في بعض اللعيبة برضو لسه ما عندهمش يعني الخبرة الكافية إن هي تفنش أو يعني يبقوا على قدر مسؤولية حجم المباراة ده، فهو ده بس اللي كان بينقص نادي اسوان النهارده. انا ما حسيتش انه في فرق قوي ما بين الزمالك واسوان حقيقه، والا ممكن كنت احس ان اسوان برضو متفوق اكتر شويه يعني. الزمالك اول الدوري وحامل اللقب الدوري الموسم اللي فات، ده مش الزمالك يعني، تحس بالظبط ان انت بتلعب بفريق تاني خالص يعني. بالظبط. خلينا ندخل على الجدل التحكيمي، عندنا ايه جدل تحكيمي النهارده؟ جدل التحكيم النهارده في كذا لعبه، اولهم الهدف الاول لنادي الزمالك، محمود علاء النهارده بيسجل الهدف الاول لنادي الزمالك. يعني الكرة ما اتعادلتش كتير، ولكن في الإعادة شفنا إن في الخط بتاع الفار أو تقنية الفار النهاردة لما رسمت الخطوط بتاعت يعني اللي بتوضح التسلل، شفنا إن محمود علاء النهاردة سابق الخط، يعني ما فيش دقة في رسم الخطوط النهاردة من جانب حكام الفار بتاع الماتش النهاردة. فبنشوف إن أنا شايف يعني في جدل شوية حوالين الله، ده نفس اللي الحقيقة. حصل في مباراة الأهلي وإنبي، نفس بالظبط الجدل اللي حصل برضو، ان الخطوط مش مرسومة بدقة، فمش عارفين هو اوفسايد ولا لا. بالظبط، احنا عندنا نفس الخطأ بيتكرر تاني، دي طبعا يعني مش هيتحملها حكم اللقاء او حكم الساحه لوحده، حكم تقنيه الفيديو برضو او المساعدين بتوعه في عرب تقنيه الفيديو برضو هم بيتحملوا معاه المسؤوليه لو فيها جدل. لا النهارده يعني بنشوف ان عدم رسم الخطوط دي بتحمل يعني الحكم ان هو برضو بيتهاجم او بيحصل له مهاجمه من الجماهير او من الجهاز الفني بتاع اسوان لو هيطلع يتكلم بعد المباراه على احقيه الهدف، فدي بيتحملها الجانبين، ان هو كمان هو حكم المباراه ما راحش اتاكد من صحه الهدف، هو خد القرار من حكم الفيديو واحتسب الهدف، فممكن يحصل هنا جدل تحكيمي شويه في اللقطه دي. طيب عندنا ايه تاني غير الهدف ده؟ في ركله الجزاء الثالثه، يعني انا بشيد بالحكم النهارده، لا الركلتين الجزاء اللي اتحسبوا لنادي اسوان النهارده مستحقين، يعني كانوا صح جدا. الخطا من في الكورتين من محمد عبد الغني، والثانيه من مش متذكر بالظبط مين، محمد عبد الغني تاني برضو يعني، هو برضو كان سبب الهدف في المباراة اللي فاتت يعني. بالظبط، محمد عبد الغني النهارده بيخطئ في الكورتين،
فهو لا، الحكم احتسب القرار الصحيح، رجع لتقنية الفيديو. تقنية الفيديو النهاردة برضو بتأكد للحكم، بتستدعيه يعني بعد الكرة ركلة الجزاء التانية الكرة اتلعبت، ومع استمرار اللعب لا، حكم تقنية الفيديو نادى الحكم قال له تعالى شوف في ركلة جزاء، وبالفعل احتسبها. ولكن برضو النهاردة عواد بيقدر يتصدى لركلتين الجزاء. واللقطة الجدلية التانية إن في كان كرة مشتركة ما بين لاعب أسوان ومحمد عواد، طلع يمسك الكرة وما قدرش يتحكم في الكرة بشكل سليم، فشفنا إن في كان ممكن تتحسب ركلة جزاء، أو الفيديو كان ممكن يرجع للكرة دي تاني لو في خطأ على محمد عواد. أنا شايف إن هي محمد دي كانت عواد ركلة جزاء تالتة، رابعة بقى، رابعة، ده غير يعني التالتة اللي هي بتاعت التالتة بتاعت اللي هو محمد أشرف رؤى ارتكبها، كان في دهس على قدم لاعب ما أسوان. كانتش واضحة بصراحة يا إبراهيم. يعني هو كان اللعيب الأسوان نزل قوي كده، فتحس ان هو بيمثل، بالظبط يعني هي فمش دي كان واضحة. ممكن تكون، يعني هي دي النقطة اللي ممكن تكون ما تخلتش يتحسب ركلة جزاء تالتة لأسوان، إن اللعيب بتاع أسوان يعني هو كان، أنا شايف إن كان في خطأ من محمد أشرف رؤى على لاعب أسوان، ولكن الطريقة اللي وقع بيها لاعب أسوان دي اللي خلت الحكم إن في هو شكوك، في شكوك عنده إن هو لا ممكن يكون بيمثل أكتر، فعشان كده ما حسبش الهدف أو ما حسبش حسبش انها ركلة ركلة جزاء. جزاء وعندنا بتقول الرابعة التحام عواد مع مع لاعب أسوان. لاعب أسوان، بالظبط، يعني يعتبر كده الماتش فيه جدل جدل تحكيمي كبير جدا، كبير. يعني ده مش قليل، لأن دي كانت برضو ممكن تدي فرص لأسوان إن هو يكسب يعني. بالظبط، وهو يعني بصراحة أسوان كان قريب جدا يعني، كان وأسوان كان بي يعني سوء بيهدد التوفيق، سوء التوفيق مرمى بتاعت لعيبة حقيقي. الأسوان النهارده في تنفيذ ركلات الجزاء وتألق عواد طبعا قدامهم. ده كان ممكن يبقى فيه سيناريو مغاير خالص، إن أسوان ممكن يتعادل، ممكن والدفاع يتقدم كان على صراحة الزمالك. يعني فاتح كل أبوابه عادي، يعني اللي بالظبط، عايز يدخل يهدف يدخل يهدف، يعني سايبين بالظبط، عواد لوحده هو اللي يتصرف. نفس الحكاية حصلت على فكرة مع أبو جبل في دوري أبطال أفريقيا، لما كنا بنشوف إن مرمى أبو جبل محدش مقفل محدش محجز، بالظبط، يعني مش عارفة لحد إمتى الدفاع دفاع الزمالك الزمالك هيفضل عليه مباح علامات كده. استفهام كبيرة جدا، محتاج يعني برضو بين كل مرة أو كل لايف أو فيديو بنتكلم على الدفاع بتاع الزمالك، إن هو لازم يبقى فيه جلسات مع اللعيبة بتاعة الزمالك، دفاع الزمالك بالذات لازم يبقى فيه تنسيق ما بينهم، في كلام ما بينهم، لازم في تدريب بقى يبقى ولا ايه؟ يبقى في تدريب اكتر من كده يعني؟ مش بالظبط، عارفه. لأن الأخطاء المتكررة ونفس الأخطاء من نفس اللعيبة دي اللي بتخلي الزمالك يفقد تركيزه، بيبعد عن المباراة، خطأ دفاعي ممكن يكلفه 3 نقاط زي ما حصل في الماتش اللي فات في الدوري. فلا، لازم لعيبة الزمالك أو مدافعين الزمالك لازم يراجعوا نفسهم شوية، ويبقى فيه يعني أكتر جدية في الكرات دي، ولازم أكتر تركيز عشان كمان يعني يبقى في يبقوا انسجام بقى بينكم وبين بعض. انتوا مش بالظبط، لسه بتلعبوا امبارح مع بعض، انتوا بقالكم قد كده بتلعبوا مع بعض، وخصوصا فخلاص ان الفريق على طول يعني خط الدفاع هو ثابت، ما بيتغيرش. بيتغير لاعب او اتنين، او يعني لو الونش ومحمود علاء بنشيل محمود علاء وبيلعب عبد الغني، يعني الكيمياء ما بين اللعيبه دي على طول هي مش مستمره، حاجة يعني جديدة مش يعني، حاجه جديده. بالظبط، مش لعيبة جديدة مع بعض. انا يمكن بس ما اعرفش انت لاحظت ده ولا لأ، الوينش برضو يعني شوية متأثر بالإصابة بتاعته في ممكن الركبة، يعني يعني يمكن شوية بس برضو ده ما يديش برضو لتراجع الأداء ده يعني. بالظبط، يعني احنا ممكن نشوف الونش ساعات ما بيقدرش او ما بيتحمل على نفسه شوية، ولكن يعني هو يعني شايف طبعا الأزمة اللي بيمر بيها الزمالك في الدفاع، وطبعا عارفين ان الزمالك مش قادر يبقى فيه عناصر جديدة في خط الدفاع، فهو ممكن بيكون بيتحمل على نفسه شوية، ولكن برضو يعني الأداء متراجع الأداء برضو مش متراجع. فايدة. طب انت عندك يعني الزمالك كده الدفاع متراجع، خط الوسط لما طارق حامد بيكون مش موجود بيبقى فيه أزمة كبيرة جدا، أزمة، أزمة كبيرة جدا. محمد أشرف رؤى برضو يعني مش قادر، أنا مش قادر مش يدي شايفه خالص. قادر إن هو يشيل خط نص الزمالك مع إمام عاشور، يعني أنا مش شايف، يعني ساعات كتيرة جدا ما بنلاقيش رؤى في الملعب كأنه مش موجود، بيرتكب أخطاء كتيرة جدا، وشفنا النهاردة برضو الخطأ اللي كان ممكن يعني يكلف الزمالك ركلة جزاء تالتة، فعليه علامات استفهام، مش قادر يحل محل طارق حامد. طارق حامد غيابه مؤثر جدا على الزمالك، خط وسط الزمالك
يعني من يعني لازم يبقى في بدائل تانية. بدائل تانية اتكلم في الموسم الجديد بقى ان شاء الله طبعا. على البدائل التانية يعني. بس خليني أسألك حاجة، يعني انت كنت بتقول دلوقتي في قلق من إصابة، احتمال حازم إمام يبقى فيه إصابة، قول لنا إيه القلق؟ شفنا النهاردة خروج حازم إمام من في الدقيقة 67 من عمر المباراة ودخول عمر السعيد مكانه، كان في قلق شوية من جهاز نادي الزمالك إن قد يكون حازم إمام تعرض لإصابة، فده بيحط ضغط او ازمه كبيره جدا لفيريرا في الماتشات الجايه. عنده الزمالك عنده ماتش قوي جدا في الجوله الجايه في الدوري قدام الاسماعيلي. حازم امام لو تاكدت اصابته كده الزمالك بدون ظهير ايمن قدام الاسماعيلي. يعني شفنا المسلوسي عنده اصابه على مستوى في الكاحل، وحازم امام النهارده قد يكون خرج للاصابه، فالماتش الجاي الزمالك بدون ظهير ايمن، وده اللي هيخلي الزمالك قد يغير في طريقة اللعب، نشوف يلعب بثلاثة خمسة اتنين او يخلي محمد عبد الغني يبقى ليه دور ان هو يلعب كظهير ايمن في الماتش الجاي، فده هتبقى ازمة كبيرة جدا على فيريرا مدرب الزمالك. هو يعني حقيقة فيريرا احنا قلنا في اللايف ان هو في ازمة كبيرة، لان معهوش يعني لعيبة كتير تقدر تبدل او تقدر تكون بتلعب، وكمان اللعيبة اللي موجودة اللي هي اسماء كبيرة وجايلها عقود وجايلها عروض الحقيقة مش بتأدي خالص الاداء المطلوب منها. الزمالك في خطر، لعيبة الزمالك لازم تعرف ان الزمالك في خطر والدوري خلاص يعني بيضيع بالطريقة دي بالاداء ده، واحنا مش شايفين اي تحسن. انت شايف اي تحسن؟ مش شايف خالص. طيب يعني نصيحتك سريعا؟ نصيحتي ان لازم يبقى في انسجام اكتر ما بين اللعيبه، لازم اللعيبه تراجع نفسها. يعني احنا توقعنا ان الماتش ده هيبقى يعني انطلاقه جديده لنادي الزمالك، انطلاقه للعيبه ان هي تصحيح مسار المفروض. تصحيح المسار يعني بعد خصم المستحقات او ايقاف مستحقاتهم من قبل المستشار مرتضى منصور، شفنا ان الزمالك ممكن يرجع تاني يؤدي اللعيبة تفوق شوية يقدموا الأداء المطلوب، لكن برضو بنشوف الأداء الباهت، مفيش انسجام ما بين اللعيبة. لازم فيريرا يشتغل على الأخطاء الدفاعية يصححها أكتر. الفيريرا قبل المباراة النهاردة حذرهم من الأخطاء دي وأخطاء الفردية. الأخطاء الفردية لازم اللعيبة الزمالك تتفاداها شوية، ما يبقاش في تسرع في ارتكاب الأخطاء، لأن دي بتكلف الزمالك كتير جدا، بتكلفهم على سواء ارتكاب أخطاء بتأدي لتسجيل أهداف أو احتساب ركلات جزاء زي ما حصل النهاردة. شكرك إبراهيم على تحليلك وعلى الفيديو، بشكر حضراتكم. والزمالك فاز رغم أنه لم يستحق الفوز الحقيقة بالأداء الباهت ده والجدل التحكيمي، ولكنه فاز وإلى نهائي كأس مصر يوم 21/7 إن شاء الله. وبنتمنى صحوة للزمالك، وبنتمنى أن الزمالك يبتدي يشوف نفسه أحسن من كده بكتير. بشكر حضراتكم، ولايف جديد وفيديو جديد إن شاء الله قبله وبعد كل مباراة. شكرا لكم.